السلام عليكم وأسعد الله مساكم. اهتزت إحدى الولايات الجزائرية في الساعة الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجع أليم بعد الإعلان عن وفاة مسؤول جزائري معروف رفقة أبنائها. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. توفي في الساعة الأخيرة النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء أضرار القاضي مولود يلس بمعية أبناء الثلاثة، فيما أصيبت زوجته بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مروع وأليم وقع بإقليم مدينة المنيعة. الحادث وقع بعد انحراف وانقلاب سيارة سياحية عدة مرات، وتدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت كل الضحايا للمستشفى. إن لله وإنا إليه راجعون.